ايه الفرق بين البطة والوزة؟ بطة والوزة؟ ها؟ الفرق بين البطة والوزة؟ خلي بالك بتاع فراخ. استنى صديق طيب؟ بقول لك ايه؟ ايه الفرق بين البطة والوزة؟ البطة بطة والوزة وزة. الكاميرا بتضحكك؟ كشر كده؟ أكيد في الاسم يعني. الاسم بتاع الشرطة؟ انجز ايه الفرق بين البطة والوزة؟ ايه الفرق بين البطة والوزة يا حاج؟ لا دي رقبتها طويلة ودي يعني كويس. أو نو. بس الوز حلو. ايوه هما اتنين بيبيدوا وهما اتنين فيهم ريش وهما اتنين بيتاكلوا عادي. البطة بتقول بق 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 والوزة بتقول وق وق وق. نقرب بطة مثلا بتبطط شوية والوزة بنقرب فيها شوية ولا؟ دي مثلا رقبتها طويلة الوزة والبطة رقبتها قصيرة. الوزة بقى مثلا يعني أنضف من البطة إن هي مثلا ما بتاكلش أي كوزهات وبتاع بس. دي زي دي. دي بيضة ودي سودة. هي اللحمة واحد. الشوربة بتاعتها حلوة؟ حلو. بتفرتك الشوربة انت؟ بفرتك الشوربة. طب ممكن تحلق شعرك زي البطة؟ انا ما ينفعش تحلق شعرك زي الوز. على وضعك. بس لما اخش الجيش صح كده. ممكن. كويس. فكرة برضو نظرية برضو. حلو. صح. لا انت كده مظبوط. زي الوزة؟ ممكن دي برضو زي الوزة. والله بص انا لو قعدت لك الطريقه تشوف حاجات غريبه ما شفتهاش قبل كده.